لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا من خلال تواجدنا هنا في المغرب في إطار استعداد النادي الأهلي للمباراة الهامة جدا أمام فريق الوداد في إياب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا، كان مهم جدا يكون معنا هذا اللقاء الهام جدا مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي. باشمهندس برحب بك في البداية. أهلا حبيبي، مساء الخير يا أمير. طبعا مقبلين على مباراة مهمة، مباراة تاريخية بالنسبة للنادي الأهلي، مباراة الأهلي والوداد في إياب الدور النهائي بعد نتيجة إيجابية يمكن بالنسبة للوداد مش إيجابية بالنسبة لنا في مصر، لكن النادي الأهلي دايما باشمهندس متعود على الأمور الصعبة والمباريات الصعبة أمام فريق الوداد. رؤيتك المباراة شايفها إزاي، وهل كان في كلام ما بينك وبين لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني ولا لا؟ طبعا على طول في تواصل مع الجهاز الفني ومع اللاعبين، ويعني زي ما انت لسه قايل دلوقتي هو قدر النادي الاهلي ان هو بيلعب دايما على البطوله، وان مباراته كلها اي مباراه للنادي الاهلي مباراه مهمه، سواء في الدوري العام سواء في دوري ابطال افريقيا سواء في اي محفل بينزل فيه النادي الاهلي، فهو مطالب بهذه البطوله، فهذه المباراه مهمه. اللعيبه عندنا والجهاز والمنظومه الاداريه كلها بتاعت الجهاز كمان والقطاع الكوره، الحقيقه زي ما انتم شايفين بقالنا سنة بنواصل التحديات وبنواصل المباريات وما بناخدش اجازات وما بناخدش راحة، انما اللعيبة على قدر المسؤولية، اللعيبة بيؤدوا كل اللي عليهم، اللعيبة زي ما حصل في تونس مثلا قرار انهم ما يكملوا الاسبوع وما يرجعوش كل هذه الظروف، انما النادي الاهلي قادر وفرقته قادره وجهازه قادر على انه يدير الامور بحنكه ويديرها باحترافيه شديده جدا. وزي ما بقول احنا بقالنا 3 سنين بنبني فرقه، الحمد لله النهارده عندنا فرقه، الغيابات لا تؤثر هذا التاثير على الفريق، لان ده السؤال اللي انت كنت هتساله بعد كده، الغيابات لا تؤثر على الفريق بمعنى التاثير، عندنا اكتر من لاعب في كل مركز، عندنا اللعيبه المحترفه عندنا كلها لعيبه منتخبات، نزلنا بمستوى الاعمار بمتوسط الاعمار، زي ما بقول دايما مرحله جني ثمار، احنا فاضل لنا رتوش خفيفه قوي في فريق الكوره، واعتقد ان احنا هنصبح فريق ان شاء الله من الصعب جدا انه يخسر بطوله او يخسر مباراه. شيء ايجابي وشيء مهم جدا تواجد المهندس محمود طاهر في المباريات الصعبه بالتحديد، بترأس بعثه النادي الاهلي في مباراه يمكن صعبه جدا امام فريق الترجي بعد ايضا تعادل 2-2 في مصر، والاهلي الحمد لله ربنا كرمه وكسبنا 2-1 في تونس، تاهلنا دور نصف النهائي، المباراه الاصعب بالاجواء الموجوده هنا في المغرب وجماهير الوداد المغربي جماهير قويه جدا في الملعب، دايما بتبقى حريص على التواجد ومؤازره الفريق ورئاسه بعثه الفريق في المواجهات الصعبه وبالتحديد يا باشمهندس. هو ما فيش شك طبعا انه يعني انا وجودي بي مع الفريق بيسعدني، اولا ان انا بأؤدي دور معاهم بالذات في نهاية افريقيا لابد من تواجد رئيس النادي. الموضوع في كفرقه يعني الفريق زي ما انت قلت في المباريات الصعبه، ودايما لعبتنا عموما كمان مش في النادي الاهلي بس في منتخب مصر لما بيتحطوا تحت ظروف صعبه بيؤدوا افضل مما ممكن ان يؤدوا، وبيؤدوا بطاقه مره ونص قد اللي بيؤدوه في العادي، فالحمد لله انا واثق كل الثقه في فريقنا، واثق كل الثقه في الجهاز الفني بتاعنا انه يقدر يدير هذه المباراه بالاحترافيه اللي عودنا عليها من خلال المباريات اللي فاتت، ومتفائل جدا ان شاء الله، واعتقد ان احنا ربنا لو وفقنا شويه توفيق من عند ربنا طبعا اعتقد ان احنا باذن الله هنرجع بالكاس مع الفريق. النادي الاهلي من خلال المباراه دي على موعد مع التاريخ، في حاله ان شاء الله لو حققنا بطوله دوري ابطال افريقيا هيبقى عندنا كوره فولي باسكت هاندبول كله حقق بطولات افريقيا، وده يمكن شيء غير مسبوق قبل كده في القاره، وما اعتقدش في العالم كله في جميع القارات في العالم. الشيء ده بيمثل لك يا باشمهندس، وخصوصا ايضا ان هي البطوله اللي ناقصه مجلس اداره المهندس محمود طاهر الحالي بعد ما قدرنا ان احنا نحقق كل البطولات تقريبا، بيمثل لك ايه الموقف؟ لا طبعا شوف انا عايز اقول لك حاجه، هو اولا طبعا كون النادي اخذ الثلاث بطولات في الالعاب الجماعيه دي لم تحدث في تاريخ اي نادي في قاره. البطولة الأفريقية لكرة القدم أو بطولة الأندية أبطال الدوري
طبعا هي اللي ما اخدناهاش احنا في هذا المجلس، انما احنا بيعوضنا حاجات كتير. احنا خدنا بطولة الكونفدرالية لاول مرة، يعني هو سباق في الارقام بين جميع المجالس المتعاقبة، ومن 1907 للنهاردة ما فيش حد في مجلس الإدارة بيفكر في اي مجد شخصي ليه، كله بيفكر ازاي هيبني حط طوبة في الصرح الكبير اللي هو كيان النادي الاهلي. فأي فوز بالنسبة لي أنا بيعني لي الكثير جدا، أن أنت تاخد دوري، أن أنت تاخد كاس، أن أنت تاخد بطولة أفريقيا، أن أنت تاخد بطولة سوبر، كل هذا الكلام بيعني الكثير، يعني مجرد فرحة الأهلوية بتعني الكثير لأي مجلس إدارة موجود. فهي مش حكاية تحطيم أرقام، هتبقى حاجة غير مسبوقة طبعا، هتبقى حاجة جميلة جدا، إنما حتى لو مش ده الرقم اللي احنا بس بنتمنى نكسب البطولة إن شاء الله ونرجع بالكاس. كلام المهندس محمود طاهر مع اللاعبين، او لو هيكون في جلسه قبل المباراه او بكره مثلا قبل المباراه بيوم، هيكون الكلام ايه؟ لا هو كلام انا لما بطلع مع اللعيبه البعثه طبعا بتكلم معاهم، بتواصل معاهم على طول، سواء في اي يعني، واحنا قاعدين مع بعض، واحنا في الغداء، واحنا في العشاء، واحنا في الفطار، واحنا في التدريب، التشجيع والتحفيز والكلام ده كله لعبتنا، وبقول لهم هم الكلام ده، بقول لهم انا عارف ان انتوا مش محتاجين تحفيز، بس انتوا انا عارف معدنكم شكله ايه، وعارف اللي بيلعب في النادي الاهلي ده بيبقى مواصفاته شكلها ايه، مش اي حد يقدر يلعب في النادي الاهلي. فانت النهارده لاعب في النادي الاهلي، المسؤولية اللي عليك كبيرة، لازم تبقى قد هذه المسؤولية، وكل بطولة بتاخدها بتسطر حرف في تاريخه هو الشخصي كلاعب، بالإضافة لتاريخ النادي طبعا، والإضافات التراكمية اللي بتحصل لتاريخ النادي، لأنه النادي ما كانش هيوصل للي هو فيه، نادي القرن وكل هذه السجلات، بدون لعبته وبدون جمهوره وبدون إدارته. يعني التلاتة الحقيقة المنظومة لابد أن تكون متكاملة، والحمد لله النادي الأهلي ماشي على هذا النهج بقاله 110 سنة، ما أعتقدش أنه في أي حد يقدر يغيره. عايز أجي بقى النقطة المهمة جدا، وهو تواجد جمهور النادي الأهلي في ملعب مختار التتش عندنا في النادي في الجزيرة، ويمكن ده شيء متكرر السنة دي وشيء إيجابي جدا، سواء مجلس الإدارة أو إيجابي أيضا في تواجد الجمهور لمؤازرة الفريق قبل مباراة أخرى صعبة أمام الوداد، زي ما أيضا حصل في مباراة الترجي قبل مباراة الترجي، لكن أيضا جمهور النادي الأهلي والمباراة دي جم بكثافة كبيرة جدا يا باشمهندس، كأن هم بيقولوا للعيبة إن إحنا واثقين فيكم وعندنا أمل كبير إن أنتوا إن شاء الله ترجعوا بالبطولة. شايف المشهد ده إزاي؟ شايف المشهد ده جمهور بيعشق نادي وبيعشق هذا الكيان اللي اسمه النادي الأهلي، وبيحفز لعيبته على بذل أقصى ما يمكنهم من أجل إحراز البطولات، لأنه تعودوا على البطولات وما يقدروش، المركز الثاني بالنسبة لهم بقى خسارة، فحبهم وخوفهم وعشقهم للكيان بيخليهم ييجوا بهذه الكثافة. أنا بتمنى بس أن هي تبقى العملية منظمة أكتر شوية، عشان ما يحصلش اختناقات مرورية، وما يحصلش زي ما حصل المرة اللي فاتت الملعب وعندنا مدرج قايل للسقوط، يعني بيبقى في محاذير أمنية وفي محاذير كتيرة قوي ما تخليناش نقدر نفتح الدنيا، إنما بنحاول بقدر الإمكان نشارك مع جمهورنا تحفيزهم للعيبة، وإن هم يخلوا اللعيبة تحس قد إيه جمهورهم متعطش للبطولات، وقد إيه هم لازم يبذلوا مجهود عشان يسعدوا هذه الجماهير. فرصة أنت معايا يا باشمهندس نتكلم عن التحكيم بالتحديد. المباراة السابقة كان حكم أثيوبي يمكن أدار مباراة منتهى السوء، يعني بالنسبة لنا إحنا كأهلاوية كان ليها ضربة جزاء وأكتر من كرة، لكن الحكم المباراة الجاية الجنبي بكاري جسامة هو حكم كبير من حكام الصف في القارة الأفريقية. رؤيتك لجزئية التحكيم بالتحديد في البطولة دي، النادي الأهلي واجه مشاكل تحكيمية كبيرة جدا، رؤيتك للجزئية دي بالتحديد يا باشمهندس؟ شوف إحنا واجهنا مشاكل محلية في التحكيم كتير قوي، ودي من ضمن الحاجات اللي بتكلم فيها مع اللعيبة، انه اي حكم مش هيقدر يغير نتيجة مباراة بهذا العنف الا لو احنا ادينا له فرصة. اهم حاجة ضبط النفس، اهم حاجة ان انا ما افقدش اعصابي حتى لو التحكيم سيء. ليس لنا الحق الحقيقة في ان احنا، لانه هناك اخطاء تحكيمية ده مما لا شك فيه، تعرضنا لظلم تحكيمي لا شك في ذلك، انما لازم احنا كفريق بطل وكفريق النادي الاهلي نعرف ازاي نتعامل مع هذه المواقف،
ازاي ما نديش فرصة للحكم انه يكتف لنا المباراة، ازاي ما نديش فرصة للحكم انه ينذرنا او يطردنا او يدينا انذارات بلا معنى. لازم نمسك نفسنا، لازم نبقى اعصابنا هادية. التحكيم السيء يعني خلاص ده مش هتقدر تعمل فيه حاجة. بنتمنى من الاتحاد الافريقي زي ما تمنينا من الاتحاد المصري انه يهتم شوية بتعيين الحكام للمباريات المهمة، يبقى حكم على قدر المسؤولية. بكاري جسامة طبعا من الحكام المشهود لهم بالكفاءة، الحكم رقم واحد في افريقيا، انه ينال شرف تحكيم نهائي افريقيا، دي حاجة جميلة. اعتقد انه هيحافظ على سمعته وهيحافظ على مستواه وهيحافظ على لياقته بحيث يخرج المباراة الى بر الامان دون ظلم لاي من الفريقين. الاجواء هنا صعبة شوية في المغرب، متفائل ولا لا؟ لا والله ما انا مش شايف، يعني انا شايف الاجواء كانت اصعب في تونس الحقيقة، انا مش شايف اجواء صعبة في المغرب. هو صحيح احنا ما بنخرجش برا، مش عارفين نبض الشارع ايه. انا اقوله لك يا باشمهندس، متحمسين جدا وشايفين ان هم هيكسبونا ان شاء الله، ده مش هيحصل، لكن هم متحمسين جدا لفريقهم، وده شيء طبيعي. الجمهور قوي جدا، جمهور الوداد مش اقوى من جمهور الاهلي طبعا. مش طبعا انا عايز اقول كده، يعني طبعا جمهور الاهلي لا يضاهيه اي جمهور في افريقيا كلها، واعتقد في العالم. من اللي بنشوفه من جمهور الاهلي اعتقد ان دي ناس بتعشق هذا الكيان بلا حدود. انا شايف انه النبض ده كل ما بيبقى، الحمد لله احنا قادرين نعزل الفرقة ما بتحسش بهذا النبض اللي يؤثر عليها معنويا. الفرقة معنوياتها عالية جدا، كلهم محترفين، مفيش حد فيهم بينزل الملعب بيتخض من الجمهور الحمد لله. اعتقد انه عامل الجمهور ساعات بيبقى عامل عكسي، بيضغط على فرقته اكتر ما بيضغط على الفريق المنافس، واعتقد دي حسينا بيها في ماتش او ماتشين للاهلي قبل كده، انه بتيجي بنتيجه عكسيه شويه، لانه الضغط العصبي بيزيد على الفرقه صاحبه الارض وصاحبه الجمهور. فاحنا بنتمنى ان الضغط يزيد عليهم شويه، وان لعيبتنا باحترافيتهم يقدروا يواجهوا هذا الموقف، وباذن الله نقدر نطلع بنتيجه ايجابيه وكويسه ونفوز بالبطوله. بخلاف المباراة، أنا كمشجع أهلاوي أو كعضو في النادي الأهلي فخور جدا بالمنظر الحضاري في انتخابات النادي الأهلي. ترحيب المهندس محمود طاهر كان شيء ملفت وشيء جيد جدا بحضور الكابتن محمود الخطيب مباراة الأهلي والوداد هنا في المغرب. تعليق حضرتك على طبعا الجزئية دي؟ شوف أنا مش هتكلم تاني عن الانتخابات، وزي ما بقول أنا دوري كمجلس إدارة أني أبعد كل الأنشطة داخل النادي وكل الفرق داخل النادي عن أي أجواء انتخابية، لأن ده حاجة غير صحية تماما. وزي ما بقول احنا كلنا المرشحين للانتخابات بيتسابقوا في لخدمة النادي الأهلي، مفيش حد عنده أطماع شخصية، محدش عايز حاجة لغرض شخصي. احنا كل اللي بنتمناه انه النادي الأهلي يبقى يفضل رقم واحد، وهذا الكيان يكبر ويتطور اكتر مما هو فيه، واي مجلس بيجي بيستلم من المجلس اللي قبله بيحاول يثبت نفسه، بيحاول يقدم اكتر. الاجواء الانتخابيه لن تؤثر، وده دوري انا كمجلس اداره النهارده موجود في في في, في, في النادي، ان انا ابعد فرق الرياضيه، ابعد فريق الكوره تحديدا. عندنا مباراه مهمه جدا، يعني ما اعتقدش انه عندنا مباراه اهم من نهائي ابطال افريقيا. هي دي صحيح المباراه الاهم في مشوار النادي الاهلي على مدار تاريخه، انه ياخد بطولة افريقيا، فمش ممكن نسمح بانه في اي حاجة تؤثر على او تشتت تركيز الفريق وتشتت تركيز الجهاز. وان شاء الله نخرج بهذه الانتخابات بالافضل والاصلح يتولى الامور، وتستمر مسيرة النادي الاهلي. وزي ما انا بقول انه كاس افريقيا بالنسبة لي اهم من كرسي مجلس الادارة. طبعا كلمة مهمة جدا مهندس محمود طاهر، لكن في النهاية عايز من حضرتك رسالتين، رسالة للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني قبل المباراة، ورسالة اخرى لجماهير واعضاء النادي الاهلي. جماهير واعضاء النادي الاهلي اقول لهم انا بطمنكم على فرقتكم فرقة رائعة، كلهم رجالة، جهازكم الفني والاداري اجهزة بتعمل ليل نهار من اجل اسعادكم، من اجل الفوز ومن اجل الانتصارات ومن اجل اسعادهم. لازم يقفوا في ظهرهم
في جميع الأوقات، في الفرح وفي الانتصار وفي الحزن وفي الانكسار اللي هم بيعملوه. يعني أنا عايز أقول لهم خليكوا اعملوا اللي أنتوا بتعملوه، لأن هو ده اللي بيكبر النادي الأهلي. أما بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي، فأعضاء النادي الأهلي أنا دايما بقول الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لولا الجمعية العمومية ما كانش حصل هذا الكم التراكمي من البناء والتقدم والتطور في النادي الأهلي، لأنها دايما بتختار من هو أصلح لإدارة شؤون النادي الأهلي. بس رسالة للجهاز الفني واللاعبين، بتمنى لهم التوفيق من كل قلبي، ومقدر انتوا عملتوا ايه، ومقدر مجهودكم، والجماهير مقدره والاعضاء مقدرين، وكلنا وراكم في ظهركم، وكل اللي بتطلبوه بيجاب من الاداره. فبنتمنى ان انتوا ان شاء الله ربنا يوفقكم وترجعوا لنا بالكاس ونفرح مصر كلها يا رب. شكرا يا باشمهندس، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا امير، متشكر جدا يا حبيبي، مشكور. ده طبعا كان لقائنا الهام جدا مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي قبل ساعات من مباراه الاهلي والوداد، واللي هي اكيد مباراه مهمه ومرتقبه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. اكيد في النهايه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، نتمنى من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ان هم يكملوا مشوارهم ان شاء الله بالفوز بهذا اللقب، واسعاد كل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر هذه البطوله بفارغ الصبر عشان تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي المليء والمليء بالعديد من البطولات. لكن البطوله دي بالتحديد هتكون غاليه جدا عند جمهور النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني في هذه المباراه، وان شاء الله يرجعوا مصر بكاس دوري ابطال افريقيا.